المصنف رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، هل الميت ينتفع بالدعاء وينتفع بالصدقة؟ الجواب نعم كما ذكر المصنف، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن الدعاء ينفع الميت إذا استجابه الله سبحانه وتعالى، ولهذا يشرع الدعاء للأموات، وهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم، وجاءت به السنة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح إذا دعا فهذا مما يصل الميت. وكذلكم الصدقة كما جاء في الصحيح أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. والصدقة عن الميت كذلك تصل بقبول الله لها. فالصدقة والدعاء محل إجماع وجاء النص به، وأما ما فوق ذلك كالأعمال الصالحة وجعل ثوابها للأموات، الأعمال الصالحة وجعل ثوابها للأموات، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من رآه مشروعا ومنهم من رآه جائزا ومنهم من كرهه وقال إنه لم يرد في الشريعة إلا في النذر خاصة، كحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإنه محمول على الصحيح في النذر. ولكن الأكثر من الفقهاء هو مذهب الجمهور من الأئمة على أن أعمال القرب تصل إلى الأموات وأنها سائغة، فلو أنه طاف أو حج أو اعتمر عن ميت فإن هذا عمل سائغ، وهو مشروع في الجملة، والمقصود بكونه مشروعا إذا وقع عارضا فإنه مشروع، ولا يلزم من كونه مشروعا أن يكون أولى من جعله في حق نفسه، هذه العمرة لنفسه، بل لا شك أن الأصل هو جعلها لنفسه أي الحي، ولكنه لو فعلها عن الميت فإن هذا مشروع لمجيء السنة به. نعم، وهذا القول عليه الجمهور، واختاره كثير من المحققين، وممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.